أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أنه من المقرر أن تنتهي الهيئة من مشروع تركيب العدادات الرقمية الحديثة المتطورة تقنياً بحلول يونيو 2023، ويعتبر هذا المشروع إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة الكهرباء والماء للمرحلة المقبلة التي تهدف للتحول إلى شبكة ذكية ضمن منظومة متكاملة لجميع خدمات الهيئة لإحداث التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والماء بمملكة البحرين. وفي ذات الصدد تابع رئيس هيئة الكهرباء والماء بأن العدادات الحديثة هي عدادات إلكترونية رقمية تمتاز بتقنية ذكية ومتطورة وتقدم منظومة آلية تبدأ من القراءة وحتى الفوترة، علاوة على إمكانية ربطها خلال المرحلة المقبلة مع التطبيقات الذكية ليتمكن المشترك من الاطلاع بصورة دقيقة على نمط استهلاكه، وبالتالي يتمكن المشترك من إدارة استهلاكه بما يضمن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.